كما كل جمعة الفنانين التوانسة يهزونا الكواليس تصوير آخر كليباتهم، فكرة طريفة جداً استدعانا ليها الفنان رشدي علوان في صالة أفراح مع رئيس بالحق ومدعوين للمناسبة. رشدي تجرأ وصور آخر كليباته راجعة من بعيد. ريم النقاتي بدأت في تصوير كليب العودة، الفنانة التونسية اختارت ياسين تبقى باش يخرج لها آخر أعمالها، كنا موجودين في متابعة خاصة. بعد كليب داي داي مريم نور الدين تحضر في إنتاج جديد، تبعنا مريم في كل كواليس خدمتها جديدة، قربنا مع تفاصيل آخر كليباتها. هذه كليبات تونسية قاعدة تحضر حصرياً لكم في 90 دقيقة. الجمعة هذه كنا موجودين مع مريم نور الدين اللي استدعتنا لتصوير كليبها الجديد. غنية سنتيمنتال، إن شاء الله يا ربي تزيدني في النجاح متاعي، على خاطر غنية ياسر حسيتها وحبيتها واخترتها. نورمالمون جي في لو بون شوا، على خاطر قاعدين توا نحاولوا نعملوا اون فاريتي في الاغاني في الانتاجات نتاعي، على خاطر ناس استانست بيا في اغاني كوميرسيال، معناتها اغاني خفيفه، مي توا قاعدين نحبوا نوعوا في اغاني سنتيمنتال، اغاني رومانتيك، اغاني كلاسيك. مريم نور الدين ما تعرفش ترتاح بعد اغنيه داي داي الفنانه نتاعنا صورت الايامات اللي فاتوا اغنيه جديده، اغنيه عنوانها مريضه، جو رومانسي من كلمات والحان وتوزيع حمدي المهيري. انا مريم نعرفها عن قرب بالكدا بالكدا، نعرفها كفنانه عن قرب بالكدا بالكدا، نعرفها شنو تعمل بصوتها، نعرف الباك جراوند نتاعها، نعرف تكوينها الموسيقي. حسيت انه مريم محتاجه في الوقت هذا انه مش تبين حاجات فيها الناس ما يعرفوهمش، يمكن أن نعرفهم، ومن دوري من واجبي كموسيقي وكصديقها وكزميلها أني باش نحاول نخرج منها الحاجات اللي ما يعرفهمش فيها الناس. الكليب كما تشوفوا أغلب مشاهد ومشاهد داخلية في وسط استوديو مع بعض المشاهد اللي تصورت على البحر. العزيز بزدير اللي سبق وتعامل مع زازا كفانج جيا وغيرهم الفنانين. الفكره كانت اللي نحن باش نصوروا ميكينغ اوف نتاع تسجيل الاغنيه. كي سمعت الاغنيه بروبوزيت عليهم باش نخرج في مريم لاسبي تياترال ولاسبي سنتيمونتال في ليماج، ماش في الاغنيه، خاطر ديجا في الاغنيه خرجت انا اسبي سنتيمونتال طايره على الاخر وحاجه جديده ديجا. دونك قلت علاش حتى لاسبي هذاك ما نوظفوش في ليماج نتاعنا. ومشينا في الطريقه هذه وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل. الكليب حاليا في المونتاج ومن المنتظر باش يخرج نهايه الشهر هذا على الشين الرسميه لمريم نور الدين على اليوتيوب. نمشوا للحمامات مع الفنان رشدي علوان. كما تشوفوا اجواء احتفاليه، احنا في عرس حقيقي وين اختار الفنان التونسي باش يصور الكليب نتاعو جديد اغنيه عروستنا. الاغنيه هذه خممت اني نعمل لها كليب على خاطر تحكي على هي اسمها عروستنا، خاطر الاغاني قليله شويه نتاع العروسات اليوم بالذات التعليله ما عندناش برشا تعليلات، حبيت نعمل تعليله وفي جو تونسي صحيح وفيريديك، يعني في جو في عرس بالحق باش نعمله باش تبدا تكون مصداقيه اكثر، ما فماش دي فيغوران، هذا عرس بالحق خذيت اوتوريزاسيون من عندهم وان شاء الله يتعدى جو حلو وتعدى كليب حلو وان شاء الله تشوفوا حاجه حلوه. اغنيه جديده تعملت خصيصا للافراح التونسيه. الاغنيه كتبها ولحنها لازهر شعير ووزعها عدنان شقرون. انا نمثل ام العروسه في السيناريو نتاعي، ودونك لازمني نبدا واقفه حاضره نستقبل العباد، كل شيء معناها كيما ام العروسه. كل شيء في الكليب حقيقي، الصالة، العرس، العرايس، الضيوف، المدعوين، التصوير ديال نهار كامل واشرف عليه المخرج ياسين تبقى. عروستنا الجديد رشدي علوان، الكليب حاليا في المونتاج من المنتظر بشهبة الايامات الجايه على اليوتيوب. احنا في استوديو تصوير في سوسه، هنا كنا حاضرين مع الفنانه ريم النقاتي في تصوير كليب جديد لاغنيه عنوانها بابا. كلنا تغنينا بالام ولكن ما فماش برشا عباد ترقوا الى موضوع الاب، والغنايه ماهيش غنيتي انا، غنيت الناس كل انسان
عنده رسالة يحب يقولها. البوه يحب يقوله راني نحبك، يحب يقوله سامحني كان غلطت، يحب يقوله راني تعلمت من أخطائي، راني يا بابا سامحني كان غلطت في حقك ولا قصرت. هذه رسالة حب كبيرة برشا، غنيتها بكل حب، غنيتها للناس الكل، وإن شاء الله يعمل حب، وإن شاء الله نتجرؤوا ونقولوا للناس اللي نحبوهم الكل اللي نحنا فعلا نحبوهم، على خاطر كلمة نحبك مع ما تكلف حد شيء ولكن تعطي برشا حاجات حلوين. ريم النقاتي اختفيت مدة طويلة، آخر كليب عملته كان مع نور مهنا عوام التالي. الفنانة اللي برشا متوحشينها ترجع للساحة الفنية المرة هذية باش نلقاوها في ديو استثنائي مع والدها الفنان الكبير والقدير عبد السلام النقاتي. الغناية هذه تعتبر بمثابة التكريم ليه. الغناية هذه اللي أنا توا مشارك فيها هي الفكرة متاع ريم بنتي، ما تحب الفن وقالت لي بابا نحب نعمل فيديو كليب انا وياك. قلت لها توا انا هاني صلعت، قالت لي لا بابا نحب نغني انا وبابا. قلت لها نغنيو، حضرت الغنايه وهنا بدينا نحضروا في الغنايه، وان شاء الله الغنايه هذه تعجب سيادتكم انتوما المهندسين والمخرج، وتعجب الساده المشاهدين اينما كانوا داخل الجمهوريه وحتى خارج الجمهوريه. كما تشوفوا كليب مانيماليست اخراج جاسين تبقى بابا جديد الفنانه ريم النقاتي من كلماتها، وقام تلحين الاغنيه وتوزيعها حمدي المهيري. يا وجه الخير يا روحي مهما يصير انت عيني املي عندي وحب كبير، انت عزيزه وغاليه عليا الدنيا مالية، آه يا بنتي نشوف الدنيا خالية. الكليب بشخر جايمات هذوما على قناة ريم النقاتي على اليوتيوب، هذا جديدها في انتظار أعمالها الجاية.